مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة التطورات على المسار السياسي وموقف الحكومة من الجولة الثانية من مشاورات الكويت. تأجل الموعد والمشاورات التي كان يفترض أن تبدأ اليوم ولا تزال معلقة بلا موعد جديد. الحكومة التي تنتظر ضمانات المبعوث الأممي لتطبيق الالتزامات السابقة لا تزال مصرة على موقفها بعدم الذهاب إلى الكويت بدونها، فيما ولد الشيخ الذي غادر صنعاء مصطحبا معه وفد الميليشيا ينتظر أن تتراجع الحكومة من تلقاء نفسها كما حدث في كل المرات السابقة. تبرر الحكومة موقفها بأنه لا يمكن العودة إلى مشاورات لم تحرز أي تقدم طوال شهرين، فيما يعتقد ولد الشيخ أن هناك تقدما يجب استكماله، متمثلا بخارطة الحل التي قدمها قبل أيام من تعليق الجولة السابقة من المشاورات، وهي ذات الخارطة التي رفضتها الحكومة لتعارضها مع مرجعيات المحادثات ومناقضتها للقرار الأممي 2216. الميليشيا التقطت اللحظة وتحاول استثمار رفض الحكومة العودة إلى طاولة المحادثات لإظهارها بمظهر غير المتعاون مع المجتمع الدولي، وتؤكد على لسان المتحدث باسمها أنهم لن يعودوا إلى الكويت لمناقشة القضايا التي تطرحها الحكومة، بل لمتابعة المباحثات من النقطة التي توقفت عندها. مصير مباحثات الكويت وموقف الحكومة النهائي من العودة للمشاورات سيكون محور نقاشنا لهذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير تكرموا بالبقاء معنا. في انتظار إجابات شافية من المبعوث الأممي، تتريث الحكومة في إعلان موقفها النهائي بشأن مشاركتها في استئناف المفاوضات. تطالب الحكومة بإيضاحات تتعلق بتقديم ضمانات مكتوبة بالتزام الميليشيا بمحددات المشاورات ومرجعياتها، وعلى رأسها القرار 2216، وتؤكد أنها تنظر بإيجابية للمشاركة في العملية السياسية واستئناف مسار الحل السياسي. تصريحات نائب مدير مكتب الرئاسة وعضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي أوضحت أن الوفد مستعد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيئة من خلال ضوابط وضمانات واضحة. وفي رسالتها للمبعوث الأممي تطالب الحكومة بإجراءات لإثبات حسن النية، منها وقف التصعيد على الأرض وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز. وفي انتظار حسم الحكومة موقفها من الذهاب للمشاورات، وصل ممثلو الحوثي والمخلوع إلى عمان برفقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على متن طائرة واحدة في طريقهم إلى الكويت. وفي هذا الموعد والرفقة أيضا رسالة سياسية على أن تحالف الإنقلاب يريد تصوير نفسه على أنه الأكثر استعدادا للمشاركة في المشاورات في توقيتها، وتجاهل واضح من المبعوث الأممي لمطالب الحكومة واشتراطاتها بما يمثل ضغطا إضافيا عليها. المؤكد أن ولد الشيخ أحمد سيستمر في محاولة إقناع الوفد الحكومي بالمشاركة، لكن من غير المؤكد أن يقدم ضمانات مكتوبة كما يريد هذا الطرف، وسيكتفي الوسيط الدولي بتكرار أسلوبه في المراوغة وبيع الوهم. ليس الحل العادل والمنصف ما يبحث عنه ولد الشيخ أحمد بهذه الطريقة، ولن يكون عليه أن يدفع بمسار السلام إلى الأمام لمجرد عقد المفاوضات وإدارتها بالطريقة القديمة التي لا أفق لها ولا هدف سوى إنهاك المتفاوضين وإيصالهم إلى القبول بالطبخة التي تعد بعيدا عن الطاولة. يعرف المبعوث الأممي ومن ورائه أن اليمنيين في انتظار لحظة الخروج من دائرة العنف والاقتتال في بلد فاض به الدم والوجع، ويعرف جيدا أن جهود السلام تتحول إلى فصول سريالية حين يبحث الوسطاء عن النجاح الشخصي على حساب المهمة ويبيعون الوهم للملايين من المعذبين والمقهورين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. ياسر أهلا بك معنا. بداية، كان هناك اجتماع اليوم للرئيس عبد الرب منصور هادي مع مستشاري ومع الوفد الحكومي، نتائج هذا اللقاء؟ اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. نتائج هذا اللقاء ان لا عوده الى مشاورات الكويت قبل الالتزام او التزام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالمرجعيات الاساسيه لمشاورات الكويت والمتعارف عليها، وايضا عدم المساس بالشرعيه، وكذلك عدم الخروج عن القرار الاممي 2216 لا ذهاب ولا عوده للكويت قبل الالتزام الجدي من قبل هذه الميليشيات على هذه النقاط الأساسية، كذلك التراجع عن الرؤية أو وجهة النظر الشخصية التي قال عنها المبعوث الأممي، عن الرؤية التي قدمها التي تتناقض تماما مع الرؤية المقدمة من أو تتعارض تماما مع القرار الأممي 2216. نعم،
الحكومة يعني هي تبحث عن ضمانات، إلى اللحظة هل هناك أي ضمانات قدمت من قبل ولد الشيخ من المجتمع الدولي أم لا؟ هذا ما سيتم مناقشته مع المبعوث الأممي، أعتقد سيكون هناك لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية مع المبعوث الأممي وكذلك رئيس الوفد الحكومي الدكتور عبد الملك المخلافي لوزير الخارجية. اليوم رئيس الجمهورية حرص على عقد لقاء مطول ومكثف مع مستشاريه ومع أعضاء الوفد الحكومي في مشاورة الكويت لمناقشة ماذا سيتم مناقشته مع المبعوث الأممي وما هي الطرق والآليات المناسبة التي يمكن الرد بها على المؤسسة الدولية عبر مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ. أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية اليوم أصبحت أمام اختبار صعب، إما أن تقدم تنازلات، يعني إذا قدمت تنازلات قد ربما يعني سيخسر الشعب اليمني وقد تضحي بتضحيات كبيرة يقوم بها الشعب اليمني في الداخل في المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وهي اليوم تقف في صف الشعب اليمني في صف المقاومة الشعبية في صف الجيش الوطني، لا تنازل عن تضحيات الشعب اليمني، لا بد من استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب ثم الحديث عن أي تسوية سياسية يتم من خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن المبنية الحالية التي قدمها المبعوث الأممي والذي اعتبرها رؤية أو وجهة نظر شخصية لا يمكن الذهاب للكويت على هذا الأساس. نعم. لابد ياسر هل أولا نعم. أن تعترف حتى الميليشيا الانقلابية بالشرعية والمرجعيات الأساسية للمشاورات في الكويت ثم الذهاب إلى الكويت. نعم. هل رشح إلى اللحظة أي موقف من قبل المجتمع الدولي لأن المشاورات كانت هي ستعقد اليوم؟ وجاء الرفض من الحكومة الشرعية ومن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعلنها ذلك يعني صراحة. إلى الآن هل هناك أي موقف من قبل المجتمع الدولي؟ تم التواصل مع الحكومة مع الرئاسة مع وفد المشاورات بهذا الخصوص؟ إلى الآن لا يوجد أي تفاعل من المجتمع الدولي، لكن هناك اتصالات مكثفة من سفراء الدول الـ18 تؤكد على دعمها على استئناف مشاورات الكويت بناء على القرارات الأممية التي تؤيد الشرعية الدستورية والقرار الأممي 2016، لا خروج عن هذه القرارات، لا زال المجتمع الدولي متماسك حتى اللحظة، يدعم الحكومة الشرعية، يدعم الشرعية، يدعم حل سياسي، يعني الحل في التنفيذ القرار الأممي 2016. لكن السفراء الدول 18 لديهم أفكار غريبة، يعني تنسف القرار الأممي وتنسف قرارات الشرعية الدولية، وهذا أمر مستغرب، ولكن القوى العظمى لا تزال تؤيد الشرعية و يعني نعم. اعتقد ان رئيس الجمهوريه سيناقش اليوم مع المبعوث الاممي كثير من هذه النقاط سيخرج بحلول عمليه ايجابيه. نعم. في حال فشلت كل الجهود نعم. ياسر بعدم اقناع الحكومه بالعوده الى مشاوره الكويت وفقا لخارطه الطريق التي جاء بها ولد الشيخ، هل ستكتفي الحكومه بعدم المشاركه ام هناك تصعيد على الميدان؟ لا بالتاكيد اذا يعني فشل المبعوث الاممي في يعني اقناع الميليشيا الانقلابيه بالالتزام بالمقررات او بالمرجعيه ستكون عمليه فرض السلام بالقوه وتنفيذ القرار الاممي واقعا على الارض. فالجيش الوطني اليوم في كثير من الجبهات ينتظر فقط الاوامر من القياده السياسيه، اذا يعني اتى الضوء الاخضر من القياده السياسيه وكذلك حلفائنا في التحالف العربي ستكون الحكومه مجبره امام الشعب اليمني باستكمال يعني تحرير اليمن وتنفيذ القرار الأممي واقعا على الأرض. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم إلينا الآن من اسطنبول المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذ نبيل، يعني قراءتك وفهمك لموقف الحكومة الرافضة الآن لمشاورات الكويت أمام كل هذه الضغوطات وإصرار ولد الشيخ على أن يذهب الجميع للمفاوضات دون أي ضمانات للحكومة. لا شك أن الموقف المعلن مؤخرا من قبل الحكومة بعدم الذهاب إلى الكويت كان هو القرار الخيار الوحيد الذي المتاح لدى هذه الحكومة بالنظر للمسؤوليات الكبيرة الملقى على عاتقها وبالنسبة أيضا لتنازلات وحجمها الكبير اللي قدمت من خلال محطات السلام السابقة سواء في جنيف أو بيل أو الكويت، كلها قدمت كانت خصما من رصيد الحكومه الشرعيه ومن مواقفها، وايضا قدمت تنازلات لم يكن هناك في الطرف المقابل من يقدم ربما حتى ربع مثل هذه التنازلات، بل بالعكس كان هناك اصرار غريب وعجيب من قبل الانقلابيين على ان يستغلوا هذا الموقف من قبل الحكومه بان تتنازل وان تجلس على طاوله مفاوضات مع طرف انقلابي متمرد على الشرعيه.
نعم. وبالتالي باعتقادي هذا يعتبر اكبر تنازل ممكن ان يقدم في مفاوضات تجري بمثل هذا السياق، وبالتالي كان هذا القرار انا باعتقادي هو اصوب قرار للحكومه توخل حتى الان. نعم. استاذ نبيل، كيف تقرا المباركه او يعني التحمس الكبير من قبل ميليشيا الحوثي للذهاب لاستكمال هذه المشاورات بعكس المرات السابقه؟ لا شك انه راينا كيف تماطلت الانقلابيون في المره السابقه وتمنعوا وتاخروا اكثر من 48 ساعه عن الذهاب للجلسات السابقه التي كان جلسه الافتتاح السابقه اللي كانت في مارس الماضي، لكن الان هو العكس تماما الذي حصل، انهم حصلوا على ضمانات ربما من بعض العرابين الاقليميين او الدوليين لسير هذه المفاوضات لانهم سيكون لهم نصيب الاسد في اي تسويه قادمه، وبالتالي ذهبوا وهم لديهم مثل هذا الاستعداد لان يكونوا دائما رابحين وليس خاسرين في اي جوله من جولات المفاوضات، وبالتالي كانوا مسارعتهم بالذهاب والانطلاق مبكرا الى الكويت بصبحه برفقه المبعوث الدولي ولد الشيخ دلاله واضحه على انهم لديهم دعم كبير ويستندون الى قوى تدعمهم سواء على المستوى الدولي او الاقليمي. نعم. استاذ نبيل تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث من القاهره الباحثه السياسيه ميساء شجاع الدين. استاذه ميساء مساء الخير. مساء النور. اهلا ومرحبا بك استاذه ميساء. ربما الكثير يعني متشائم من عدم نجاح ومواصله المشاورات في الكويت، برايك هل لا زال هناك يعني امكانيه ممكنه لالتئام هذه المشاورات مجددا؟ وهناك في امكانيه، طبعا هي ستستانف المفاوضات، سيكون هناك ضغط دولي على الحكومه وستذهب للمفاوضات. لا يعني لا يوجد لديهم خيارات اخرى، صعب الحكومه انها تتجاهل الضغط الدولي وانها لا ترفض التفاوض لحتى اخر لحظه يعني. فستستانف المفاوضات بعد عده ايام، لكن المشكله المفاوضات لاجل ماذا وباي نتيجه؟ هي هنا المشكله، مش المشكله نعم. إنها سوف تستأنف أم لا، هي سوف تستأنف ربما قد نعم ربما المفاوضات نعم أستاذة ميساء ربما بدت يعني هذه المرة واضحة أكثر من أي مرة سابقة، أن يصر والد الشيخ على تمرير خارطة الطريق يعني بعيدا عن موافقة الحكومة الشرعية بضغوطات دولية، أيضا الميليشيا يبدو أنها سارعت بعكس كل المرات السابقة لأن تذهب إلى هذه المشاورات، وكأن أصبحت هذه المرة هي تنفيذ لما أتى من أجلها الميليشيا، وكانوا يبحثون عن حكومة توافق وطنية قبل الخضوع وتنفيذ النقاط المتفق عليها أصلا. هو طبعا وضع الحوثيين في التفاوض افضل من وضع الحكومه. لانهم اولا هم بيتفاوضوا على قسمه شمال جنوب. وهذا مريح بالنسبه للحوثيين. الحوثيين لما يتعرضوا لهجمه عسكريه كامله تجعل الحكومه قادره على انها تضغط عليهم بانهم ينفذوا قرار 22/16 بحذافيره. في النهايه الامم المتحده والمجتمع الدولي هم قوى خارجية، القوى الخارجية تتعامل مع الأمر الواقع، مع موازين القوى العسكرية، هم يريدوا طي ملف هذا الحرب، هذه نقطة مهمة. نعم. فهذا هي النقطة الأساسية بالنسبة لهم، طي ملف الحرب لصالح أي طرف ليست هذه قضيتهم، هم يتموها لصالح الطرف الأقوى. نعم، أستاذة ميساء ربما نعم، نعم أستاذة ميساء نعم، أستاذة ميساء ربما ذكرتي نقطة في غاية الأهمية. نعم أستاذة ميساء اسمحي لي، ذكرتي نقطة في غاية الأهمية بأنهم يتفاوضون على شمال وجنوب، يعني هذه المعلومات من أين حصلت عليها؟ هل يعني هناك مثلا الآن مفاوضات في عن طريق المجتمع الدولي ويعني مقاسمة بين ميليشيا الحوثي وكما تقولين هناك يبحثون عن شمال وجنوب؟ شمال وجنوب هي أصلا واضحة التفاوضات التي تم بينهم موجودة. كيف وضحت أستاذة ميساء؟ الحوثي مسيطرين على العاصمة صنعاء، واضحة من حيث تعامل، ولكن هناك محافظات أخرى كما تعلمي أستاذة ميساء، الجوف، مأرب، تعز، يعني في محافظات كثيرة غير المحافظات مثلا الجنوبية باعتبار هي ما بين السعودية المنطقة الحدودية مع السعودية اللي هي المناطق الشرقية اللي على الحدود مع السعودية، هذه المناطق المهمة السعودية ما هتظل يعني بعيدة عن سيطرة الحوثيين بشكل ما، لكن إذا أردنا أن تكون معادلة الموازنة يعني معادلة القوة مش او التكسيم من شمال جنوب، انت لازم تحسم معركه تعز، لكن عدم حسم معركه تعز هو الرغبه في انه تظل المعركه هي شمال جنوب، هذه الاسباب كثيره متعلقه بطبيعه النخبه السياسيه اليمينيه وبطبيعه دول التحالف. نعم طيب هذه النقطه، النقطه الثانيه لابد ان نعرف انه مساله حسم المعركه نحو صنعاء،
هذه عليها خط احمر، لانه ببساطه هذه الحكومه فشلت في فرض سيطرتها في عدن والوضع السنه سيكون أسوأ. فبالتالي الدول العالم عندما تنظر لهذا الاداء السياسي الهزيل في عدن تكون النتيجه انها بتشوف انها لازم تتعامل مع قوه الامر الواقع، والحوثيين حتى الان قادرين يقدموا نفسهم كقوه امر واقع، ولكن المجتمع الدولي لا زال يتعامل الى اللحظه لا زال يتعامل مع اللحظه استاذه ميساء بان هذه يعني انقلاب ضد الشرعيه ومعترفين بشرعيه الحكومه. استاذه ميساء تكرمي بالبقاء معنا، يعني نرى وجهه نظر الباحث والمحلل السياسي الاستاذ نبيل البكيري من الصنبور. استاذ نبيل، ربما الاستاذه ميساء ذهبت الى يعني بان وضع الحوثيين اصبح هذه المره اقوى من المرات السابقه، وهم يفاوضون الان على شمال وجنوب، وايضا بان صنعاء خط احمر لان الحكومه فشلت في اداره المحافظه المحرره وعلى وجه التحديد عدن. لا شك فيما يطرح في هذا السياق، ربما فعلا من وجهة نظر حوثية في كواليس المشهد هناك من يدفع بهذا الاتجاه. الحوثيون الآن يريدون أن يفرضوا سياسة الأمر الواقع بالنظر إلى ما يتراءى لهم، أنه إذا لم يتم الاعتراف بهم فبإمكانهم أن يظلوا ممسكين بما يسمى بالشمال، وخاصة المناطق التي الآن هي لا زالت تحت سيطرتهم ومصابين أيضا. يعني صار هذا التوجه يبان بوضوح ايضا من خلال معارك تعز، يعني اصرارهم العجيب على اكثر من عام ونصف العام في محاوله اقتحام تعز وفشلهم الذريع، لانهم لا زالوا مصرين. يعني هناك ربما توجه في كواليس المشهد لم تظهر الان، لم تطفو على السطح، لكن ربما هذا الذي يتم الاشتغال عليه من قبل الانقلابيين والحوثيين تحديدا، ويقدمون بذلك ربما هديه ل التحالف، بعض الاطراف التحالف التي تشتغل على وتيره ما يسمى بالشمال والجنوب، ومن خلال هذه اللعبه يمكن يراد ان يمرر مثل هذه الاشياء. لكن بالطرف المقابل ايضا شرعيتها مستمده من الشمال والجنوب معا، من الوحده، من الجمهوريه اليمنيه، من دستور، يعني من كتله سياسيه واحده او كتله جغرافيه واحده هي الجمهوريه اليمنيه. نعم. واي حديث عن شمال وجنوب من قبل الشرعيه بمعناته انه سقطت شرعية هذه الحكومة التي تفاوض، وبالتالي نحن أمام حالة مغامرة أو مغامرة خطيرة ممكن لا يمكن أن للحكومة أن تفكر بها، أو حتى الأطراف الداعمة التحالف العربي وفي القلب وفي المقدمة منه المملكة العربية السعودية. نعم. الذهاب إلى شمال الجنوب معناته أن نحن سنذهب إلى حروب داعش والغبراء والسنة والشيعة و نعم. طيب أستاذ نبيل، نعم أستاذ نبيل، نعم إذا ما فقط في تسليم نعم. اليمن لإيران، وإنما نعم. تسليم المنطقة كلها لإيران. نعم، إذا ما استمر هذا الضغط من قبل المجتمع الدولي وإصرار ولد الشيخ ومبعوث الأمم المتحدة على تمرير هذه الخارطة، هل تعتقد بأن الحكومة والتحالف سيقبلون بهذه التنازلات ويذهبون إلى مشاورة الكويت دون أي ضمانات كسابقتها من المشاورات السابقة؟ التسليم بخارطة الطريق المطروحة والتي لم تتضح حتى الآن كل تفاصيلها معناته باختصار هو تسليم المنطقة لإيران، يعني لا مفر ولا تفسير آخر لغير هذا الطرح، أن المنطقة ستتسلم إلى العهدة الإيرانية، وبالتالي سنشهد انزياحات كثيرة بعد التخلص من المقاومة في اليمن، سينطلقون إلى المملكة وسينطلقون إلى الكويت وسينطلقون إلى المنطقة العربية كلها. نعم أستاذ نبيل، ابقى معي، أعود إلى القاهرة مع الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، ربما الآن خبر عاجل من الأمم المتحدة بأن المفاوضات ستبدأ غدا، على أي يعني مثلا مستندات صرحت الأمم المتحدة من وجهة نظرك بهكذا خطوة رغم إعلان الحكومة رفضها للمشاركة في المشاورات واستئنافها من جديد؟ هل ستبدأ غدا؟ يعني الوفد الحكومي هذا المقصود فيه الآن؟ لا الآن هنا مرة أخرى. نعم أستاذة ميساء، يعني حتى تصلك المعلومة، الآن خبر عاجل بأن الأمم المتحدة تعلن بأن المفاوضات ستستأنف غدا. إذا ستستأنف غدا الوفد الحكومي سيشارك، وأيا كان الوفد الحكومي سيدخل المفاوضات سيعود لها، هناك ضغط دولي هائل سيكون عليه، سيضطر أن يروح للمفاوضات الآن أم غدا. يعني هو سيذهب للتفاوض بأي حال، تفاوض بموازين القوى السياسية والعسكرية. القوى العسكرية التي لا تسمح له أن يتحدث عن قرار 22/16 دون إدراك أن الحوثي لم تحسم المعركة ضده تماما، والقوى السياسية التي جعلت منه طرف ضعيف جدا بسبب ضعف سيطرته على الأراضي المحررة بما فيها على أقصى نعم. لأنه لم يسيطر على عدن، فصار هناك خط أحمر
جزء ان هذا الصح ان هذه الحكومه تمدد من سيطرتها في المناطق الاخرى وتوسع من حاله الفوضى، فصار التوجه الدولي او المزاج الدولي هو الضغط على هذه الحكومه بانها تتفاوض بتقاسم السلطه مع الحوثي. طبعا تقاسم السلطه مع الحوثي سيظل ياتي للحوثي حظوه كبيره داخل مؤسسات الدوله، هذه مشكله اخرى يعني بنواجهها بعدين. لكن الذي وصلنا لهذه النقطة هو الأداء السياسي الهزيل للحكومة والأداء العسكري المتخبط لدول التحالف الحكومة. نعم. طيب أستاذة ميساء، ربما دور المجتمع الدولي يعني بالفترة الأخيرة بان يعني فترة لا تمارس هناك مثلا أي ضغوط مثلا حقيقية سواء على الانقلابيين أو على مثلا على إرغام الشرعية التي تتمسك بالقرارات الأممية وتتمسك بالنقاط التي جاءت للتفاوض عليها. إذا يعني الآن ربما الكثير يتحدث عنها يعني عبارة عن إنضاج رؤية معينة وإطالة هذه المشاورات حتى يصل الجميع لقناعة وتمرير ما يريده المجتمع الدولي، وهنا تحل الكارثة على اليمنيين وعلى الشرعية. أعود بغض النظر أن الشرعية لا تعني لي شيء، يعني الشرعية ما هيش ناقصة، أنا مشكلتي هي اليمنيين لأنه الآن الحوثي كقوة سياسية بتدمر اليمن. بتدمر النسيج الاجتماعي بشكل كبير، واستمرارها وتمددها واستمرارها بهذه القوة كارثة على اليمن وعلى مستقبلها. أما الشرعية فهي أصلا لو كانت تمتلك فعلا وعي حقيقي بدورها بأهمية دورها وبدورها الوطني لما كانت تصرفت هذه التصرفات، كنا لما كان سلوكها بهذا باهت إلى هذا الحد. نعم. فهي المسألة طبعا ستكون نتائج كارثية على اليمنيين على المدى البعيد، لأنه سيظل الصراع ممتد. نعم. الصراع العسكري حتى الصراع المسلح، من يحلمون بالسلم ومن يعود السلم، يعني تحدث تطبيع لبعض الامور مثلا مثل انه ستعود سيطره اليمنيين على المناطق الحدوديه معنى رفع الحصار، ممكن تخفف المعاناه على تعز رفع الحصار عليها، لكن هذا بشكل ما معناه تسليم السلطه للمسلمين. نعم. بشكل كبير حتجد انه بشكل غير مباشر يعني تجديد عدد كبير من عناصره في الجيش في الامن. ماذا سنفعل بمسألة التعيينات الأخير؟ يعني الحوثيين لهم أكثر من سنة وهم بيعينوا أنصارهم ومعارفهم. نعم. إحلال وظيفي في كل مؤسسات الدولة. نعم. هذا كله هذا كله معناه أنه نحن بنشكل دولة، هذه الدولة لم يثق فيها أحد، وفي أجزاء كبيرة واسعة من البلد لم يثق بهذا الحكومة، وهي شبيه بسيناريو. نعم. ما حدث في العراق بعد الغزو وحرب مؤجلة على ما يبدو. نعم طائف. نعم، وحرب مؤجلة على ما يبدو من كل مكان. نعم. شكرا جزيلا لك يا الباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة إلى الباحث السياسي والمحلل الأستاذ نبيل البكيري في إسطنبول. أستاذ نبيل، إذا ربطنا هذا الموضوع، البعض أيضا هناك وجهة نظر تقول بأن هناك رؤية دولية وتبحث المجتمع الدولي عن إنضاجها إدخال الملف اليمني ضمن ملف أوسع في المنطقة، وعلى ضوءها سيتم يعني اتخاذ ما هو يعني ما يريدون في المنطقة بشكل عام، سواء مثلا في سوريا والعراق واليمن جزء من هذا السيناريو. كيف تعلق على الموضوع؟ لا شك أن المجتمع الدولي يتعامل مع أزمة المنطقة على أساس أنها كتلة واحدة وملف واحد. نحن فقط الذين لا نريد أن نفهم أن المجتمع الدولي ينظر لهذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، على أنها عبارة عن بؤرة صراع وبؤرة إرث تاريخي للصراع، ويرى المجتمع الدولي أيضا أن لهم مصلحة في إعادة ترتيب كثير من أوراق هذه المنطقة بالنظر إلى الإرث التاريخي من سيسبيكو حتى الآن. وبالتالي أنا باعتقادي لمن هو جزء من المشهد الكلي، المجتمع الدولي أيضا ما سيراه وما يخطط له المجتمع الدولي ليس قدرا مضروبا يمكن التسليم به. هناك إرادة وحرية هذه المناطق وشعوب هذه المنطقة، هم قادرين على أن يواجهوا مصيرهم بعيدا عن السياسات المرسومة بالنظر إلى تجربة القضية الفلسطينية التي الآن في عقدها الثامن، ولازلنا نرى الفلسطينيين يناضلون ويكافحون ويصمدون في واجه المؤامرات الدولية، وحققوا إلى حد الآن إنجازات كبيرة بالنظر إلى حجم المؤامرة الكبيرة التي شكت. نعم. أمام القضية الفلسطينية. نعم. وبالتالي اليمن أيضا لا يمكن أن يسلم اليمنيون، يعني نحن نعزل عن الحديث عن التحالف العربي، نعزل عن الحديث عن كل هذه الاختلاقات التي حصلت. اليمنيون بطبيعته لا يمكن أن يسلموا بالنظر إلى أن الصراع اليمني هو صراع تاريخي طويل يمتد إلى 100 سنين وليس صراع ناتج 2011 كما يراد أن يقال، لكن
جولات الصراع هذه تعتبر جولة من جولات الصراع، وسيستمر الصراع في اليمن سواء بوجود تحالف عربي أو بدون وجود تحالف عربي. نعم أستاذ نبيل، أمام الضغط الكبير الآن على الحكومة الشرعية من الداخل، من أبناء اليمن، المقاومة الشعبية، الجيش الوطني الذين يبحثون عن نصر كامل، وأيضا ضغوطات المجتمع الدولي التي تجبر الحكومة على تمرير اتفاقية أو خارطة طريق معينة تتناقض مع القرار الأممي والذي وافق عليها اليمنيون، ويتناقض أيضا مع مخرجات الحوار الوطني وكل الاتفاقيات السابقة. الخيار الوحيد الآن يعني أمام الحكومة ما هو إذن؟ الخيار الوحيد مع الحكومة هي أن تنساق مع رغبة وإرادة ومطالب اليمنيين الذين خرجوا يقاوموا بإمكانياتهم البسيطة والمتواضعة، وأثبتوا وقوفا أسطوريا أمام حتى إمكانية دولة سيطر عليها الانقلابيون، وصمدوا على امتداد أكثر من عام ونصف العام، واستطاعوا أن يحققوا ويكسروا الرغبة والإرادة الانقلابية التي كانت تتوهم أنها ممكن أن تسيطر على اليمن وتبتلعها. اليوم نحن أمام خارطة جديدة أيضا، لا نغفل هذا، الانقلابيون كانوا يسيطرون على اليمن في لحظة ما، سيطر على كل اليمن، اليوم لم يعد لديهم من اليمن ربما حتى في حدود 40 أو 30% من المساحة التي تحت سيطرتهم. هناك إشكالية وإخفاق أيضا لدى التحالف، لكن لا يعني بحال من الأحوال أنه هذا الإخفاق ممكن أن ينعكس على مستوى إرادة ورغبة اليمنيون الراغبون في نعم. الانتقال السياسي والخروج نعم. في مطالبهم التي خرجوا من أجلها في ثورة 11 فبراير. الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.